إلى هنا نودع زميلة عائشة علي التي رافقتنا فيما مضى من المسائية بلغة الإشارة، مشكورة. إلى ولاية الأصابة، حيث أشرف الوالي السيد عبد الرحمن أول الحسن صباح اليوم على انطلاق الدورة الرابعة العادية للمجلس الجهوي للأصابة خلال العام 2023، وقد تضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة ميزانية 2024 والمصادقة عليها. رئيس جهة الأصابة سيد محمد محمود الحبيب استعرض في كلمته تدخلات المجلس الجهوي في مجالات التعليم والشفافية والثقافة والرياضة، والتي شملت استفادة 10 طلاب حاصلين على البكالوريا في الولاية من منح دراسية في الخارج في تخصصات عدة، وتنظيم بطولة جهوية للرماية التقليدية. وأكد رئيس جهة الأصابة استعداد المجلس الجهوي لمواكبة السياسة اللامركزية التنموية التي تنتهجها الدولة مبرزا نشاعاتها التنموية.